وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ من ميزات الماء انه اذا انخفضت درجه حرارته ووصلت الى اربع درجات مئويه يزداد حجمه ويتمدد ويتضح ذلك عند وضع زجاجه او قاروره بها ماء في الفريزر فنلاحظ انه بعد التجمد يزداد حجمه وتنكسر القاروره او الزجاجه وهذه الخاصيه للماء تعتبر نعمه من نعم الله علينا فلو ان الماء تجمد وقل حجمه ستزداد كثافته وبالتالي لغاص في اعماق البحار ومع استمرار الوقت ستتجمد البحار من سطحها الى اعماقها واذا تجمدت انعدم التبخر واذا انعدم التبخر انعدمت الامطار فتموت النباتات والحيوانات والانسان. فللماء خاصيه مميزه عند درجه حراره اربع درجات مئويه تجعل الحياه مستمره على سطح الارض فعندما يتجمد الماء يزداد حجمه فتقل كثافته واذا قلت كثافته فانه يطفو على سطح الماء ولكن في الاعماق تبقى المياه بالحاله السائله بحيث تتوفر بيئه مناسبه لتبقى الكائنات الحيه على قيد الحياه فسبحان الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد